تقدم محدود في محادثات إيران النووية وجولة جديدة في فبراير. وقالت مصادر دبلوماسية إنه بينما تسعى واشنطن لتفادي فرض عقوبات جديدة على طهران، أحرز الطرفان تقدما محدودا في المباحثات التي جرت في جنيف الأحد. واتفقت الأطراف على تكثيف الجهود للتوصل إلى تفاهم سياسي بحلول نهاية مارس بهدف إبرام اتفاق شامل بحلول المهلة التي حددوها بأنفسهم وتنتهي في 30 يونيو. وترأس مديرة الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي هيلغا شمات المحادثات، وقال عضو وفد التفاوض الفرنسي إن الأجواء كانت جيدة للغاية لكنه لا يعتقد أنه تم إحراز تقدم كبير. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المناقشات كانت جيدة وشاملة واستعرضوا كل الموضوعات المطروحة وأجروا مفاوضات جادة جدا وعملية، لكن ما زالوا يحاولون تضييق هوة الخلافات بين الجانبين. فيما قال مبعوث الصين وانغ تشان إن الوقت ينفذ على جميع الأطراف تبني نهج عملي ومرن واتخاذ قرارات سياسية حازمة. وتختتم المفاوضات التي جرت على مستوى المدراء السياسيين 5 أيام من الجهود الدبلوماسية في جنيف وباريس، شملت اجتماعات مطولة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقالت مصادر دبلوماسية إن التقدم الحقيقي محدود، لكن من الإنصاف أن نقول إن الجميع ملتزمون بتكثيف الجهود.